نعم، الأذكار من المفترض في اليوم 17 اليوم التصويت على الموازنة، وحسب القرارات وحسب المصادر الرسمية من داخل الإطار التنسيقي ومن يعني المعلومات التي حصلت عليها من المصادر النيابية تقول أن الموازنة سوف يتم إقرارها قبل 5 أيام، حصلت عدها المعلومات في اليوم 17، ولكن اليوم لم تتضمن هنالك الكثير من المعرقلات. الحسابات الختامية للبنك المركزي لم تصل، الحسابات الختامية لوزارة المالية لم تصل، الحسابات الختامية لوزارة التخطيط لم تصل، الاجتماعات كلها تدور خارج اللجنة المالية وخارج البرلمان، تدور في دار الضيافي، وهذه مخالفة دستورية. تحدثت قبل قليل مع النائب هادي السلامي وقال أن هذه مخالفة بأن تتم جميع الاجتماعات خارج مبنى البرلمان في دار الضيافة بمعزل عن الكتل السياسية لمناقشتها. ولكن بالمجمل العام هنالك توافق سياسي، كنا نقصد من النواب المستقلين وكنا نقصد من النواب والكتل الرافضة لبعض قرارات الموازنة، كون هذه الموازنة بها نسبة عجز كبير جدا وصل إلى 18%، وهذا مخالف للقانون والنظام الداخلي، بالإضافة إلى النسبة القليلة والبطيئة في الاستثمار. جميع الرواتب ستذهب إلى رواتب تشغيلية، فبالتالي هنالك مطالب من قبل النواب بأن تتحسن بعض الفقرات من الموازنة. على سبيل المثال الأقاليم والمحافظات كانت من المفترض أن تخصص 8 إلى 6 تريليون دينار، الآن تم تخصيص 2 أو 3 تريليون دينار، وهذا مخالف. هنالك الكثير والكبير من المحافظات المتلكئة تحتاج إلى رواتب أكثر حتى تنهض بمحافظاتها. كل تلك الاجتماعات تدور داخل اللجان المالية ولكن في دار الضيافة. الفقرة الأهم في إيجاز يا ملاد، نعم، هو سعر صرف البرميل. سعر صرف البرميل متذبذب جدا في الأسواق العالمية، وهنالك مساعي من داخل اللجنة المالية بأن يكون سعر برميل النفط ما بين 60 إلى 65% حتى يتناسب مع سوق العالمي. خبراء اقتصاديون يرجحون أن لو بقى سعر برميل النفط في هذه الموازنة، الموازنة الثلاثية، ويعاد صياغتها في نهاية كل سنة على برميل النفط، ربما قد يحدث أخفاقا اقتصاديا حول قانون الموازنة، وبالتحديد النفط، كون العراق هو اقتصاد ريعي ومعتمد على النفط. كل تلك المشاكل والمعرقلات سيتم حلها، وحتى إذا لم يتم حلها ستمرر الموازنة على هذه الشاكلة.